في حاجه بقى احنا عايزين نعرف بقى انت بسبوسه مبسبسه مع اكرم حسني. ايوه. الحكايه جت ازاي؟ ايوه والله، هو لما استاذ نبيل عبد الحميد واكرم شافوا الفيديوهات اللي انا كنت بعملها على السوشيال ميديا، ايوه، هم اللي رشحوني لمسلسل الوصيه مع استاذ خالد الحلفاوي، ودي كانت اول مسلسل ليا في حياتي كاميرا بجد بقى، مش كاميرا موبايل. كان خطير. والدور كان اسمه بسنت، حبيبتي ربنا يخليكي، كان الدور اسمه بسنت على اسمي اصلا انا. أيوة. اسمي يعني جت صدفه كده. ايوه. وبعدين اكرم حسني المبدع عمل بقى اغنيه بسبوسه بالسمنه بنقطه دي، والحمد أيوة. لله عملت نجاح رهيب، مش أيوة. مصر بس، بدول العربيه، ولقيت صحابي من بره مصر في دول اوروبيه بيسمعوها وبعتوا لي. ايوه، كلنا سمعناها وكلنا حبينا الاغنيه دي، وكانت الحمد لله مميزه قوي بقى. عايزينك تقولي لنا حته منها. حته. حاضر. بسبوسه بالسمنه منقطه، ياللي ريسي عليك العطا، انا عايزاه توب ملعطعطا وده باختياري. اه يا ماجستير في الهاشتاكا، انا قلبي جالك اهو اشتاكا، وانت ولك انك حاسس بناري. انا بص 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 هتخس بحبي النص، تمشي وعينك بتبص وقلبك هيشوف البيدع، اجدع منك اهو نخ، انا سهل اعمل لك فخ، وانزل تختخ الخ الخ استحمل لو جدع. الله، ناوي في صوت جميل. ودي طبعا هاشتاج مقصوده. بصي احنا هنستناكي في البرنامج بجد، انا واثقه ان هنعمل فقره حلوه قوي ان شاء الله. وانت جميله وبالتوفيق يا رب قريب. دايما ان شاء الله بسنت، ويومك حلو. يومك ايه؟ هادي ونادي. بصي يا بسنت بقى، احنا ايه طمعانين في اخر فيديو نقفل بيه، يعني اختمنا بقى باللغه الشرجويه بنصايح للستات عشان كومبو بقى بتاعك. كومبو؟ اللهم صل على النبي يا ولاد. بسم الله. للستات بقى نصايح كده. روحكي ثم روحكي ثم روحكي. اه يا ماما والديت للستات اهي. مش معنى انت اتجوزتي بقى ان انت بقى ايه تهملي في روحك، لا روحي الجيم ياما وتمرني. ليه ده كله؟ عشان صحتك ياما، مش عشان جوزكي بس يشوفك حلوه وانت حلويات اصلا، بس عشان تبقي ايه صحتك، تقدري بقى ايه تحلجي على العيال الصغار، ولما يلاقوا امهم صحتها حلوه هم كمان يكبروا ويتعودوا ان هم يروحوا الجيم لا مؤاخذه ويتمرنوا وياكلوا باكل صحي. تاني حاجه يعني ايه، حاولي توفقي ايه بين كل حاجه ياما، وقت لروحكي وقت لجوزكي وقت للعيال، وحوشي لروحكي وارباعي لروحكي يا ام، مش تفرتكي الفلوس، مش تروحي تشتري كلها مكياج وايه، ومش تحوشي حاجه للزمن، احنا مش عارفين بكره راح يحصل فيه ايه. وتحيه لكل ست مصريه شايله مسؤوليه كبيره على دماغها، وبتروح شغلها وبترجع تراعي بيتها وجوزها واولادها، بجد الست المصريه دي والله العظيم ما فيش زيها في قوه التحمل. يعني انت جميلة، بس انا عايز اسألك سؤال اخير، هما الستات بيعرفوا يكذبوا؟ قول. احنا عمرنا عمرنا ده انا صدقتك. ده بيطلعوا علينا اشاعات ياما والله العظيم، الرجالة دول اللي طلعوا علينا اشاعات ياما والله العظيم، مش بنكذب ولا بنعرف ننطق كلمتين على بعضهم ياما. احنا هنستناك الاسبوع اللي جاي، يعني ما مالكيش مفر والله. عليك لك بصي، مش ايه معاك ومعاك، انتوا بتقولوا مش حاجه، مش قبل الكلام. هنروح من بعيد فين؟ احنا بصي انا مستنيينك حاجه، اقول لك مش عارفه او مش اعرف. لا هاجي يما والله العظيم، هاخد ميكروباص من على اول الشارع واجي على طول في الرير.